عسلامة البنات، شنحوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا في الف خير وصحه وعافيه. رجعنا لكم في فيديو جديد، والفيديو هذا حسب الطلب نتاعكم الاغلبيه اللي حكمت في الفيديو اللي فات. بالمناسبه نتوجه لكم بالشكر ونقول لكم يعطيكم الصحه على كل كلمه حلوه قلتوها وعلى كل تهنئه وصلتني على خاطر اختي. ربي يعطيكم على قد قلبكم، وربي يحقق كل امانيكم ويفرحكم ويسعدكم يا ربي. جس سامحوني على خاطر ما تجيتش باش نرجع على تعليقات الناس الكل. أختي من شيرة ولادة تخيلوا، وعندي محولة الدار صدقوني بالصيف خلطت باش نصور حتى الفيديوهات. دونك باش نبداو بتبش البامبينو نتاعنا، بما انه الكلكم قلتوا لي حقيبة الأم وحقيبة الطفل. دونك باش نبداو تبش إيلين. دونك إيلين هي اسم بنت أختي اشتغلونا. دونك اخذينا قطعتين يعني حاجتين من الملابس الداخلية، حاجتين الخليعات وسليبات نتاعهم بالطبيعة. دونك خدينا زوز نحاولوا ما نكثروش كيف نمشيو للكلينيك، على خاطر باش نمشيو احنا على ليلة اكهو. دونك تبديلة تخرج بها للدنيا، وتبديلة الاخرى كيف تروح للدار بسلامة ربي من غدوة. هذوما زوز قليستات، دونك انا حطيت ثلاثة باش نهز زوز اكهو. دونك كيف يعني حاجتين من كل حاجة. عنا هوني كيستين، الكيسة للبدن وكيسة للوجه كما قاعدين تشوفوا فيها. هذوكم زيدا ما تنسوهمش، خاطر اول ما تخرج اكيد باش يدوشوا لها. عندنا هوني منشفى. دونك كيما لاحظتوا البنات راهو هذايا المناسف المناجف سامحوني خيطتهم اختي مروه خياط. دونك التروسو نتاع البيبي نتاعها الكل راهي مخيطته هي بيديها، وهذا الدراب دو بان ولا الكاب اللي مش يلفوها بيه بعد الدوش بالطبيعه. دونك كل شيء خيطته هي الا الملابس الداخليه بالطبيعه، واللبسه نتاع الخرجه شراتهم حاضرين. دونك كما شفتوا بالنسبه للتبديله كما قلت لكم راهي هزت حاجه خاصه هذوم، على خاطر هي مش بيت ليله. دونك احنا واش مش يطلبوا هما، يا اما تلبسها نص يد وبالتكتيكه، والا جست التريكو صغرون هذايا باليدين اكا هو. ما تكثروش برشا دبش على خاطر، وما تخافوش خاصه انه لف على خاطرها كانت في بطن امها وباش تخرج للدنيا بارده عليها. لا بالعكس، خليها تستانس بالهواء ديجا الهواء انا توا دافي. لو كان جا شتا بالحق هزو ادبش. دونك هذه تبديله باش للبدل بطبيعه كومبينيزون سروال كما قاعدين تشوفوا بالبول، فيها السبيبه نتاعها، فيها الكوانتي، فيها البوني. دونك هي خذتهم دو كولور ديفيرونت. دونك خذت هذه في الروز اللي تو تشوفوها من بعد كيف ولدت هي خرجت لبسوها التبديله هذيا. دونك في الروز، والاخرى باش تخرج بها من غدوه بسلامه ربي تروح بها للدار. اوكي كيف زاد كيما شفتوا كل اكسي ومعها البافوار نتاعها. دونك سي با لا بين تهزوا بافوارات اخرين اذا كان الكسيوات فيهم بافوارات، دونك ما تهزوش ديجا الكسوه كامله. سينو ما فيهاش بافوار ما تنسيوش باش تحطوا كابتين ولا ثلاثه علاماتي على خاطر باش تستحقوهم برشا. دونك هذا هو بالنسبه للدبش الملبوس للبيبي. انا توا باش نعاود نطويهم ونرجعهم البقعتهم. دونك هذه ملحفه زاده كيف كما تابعين الكسوه، يعني نفس القماش زيدا كيف تستحقوها، خاطر كيما قلت لكم الدنيا سخونه. دونك نستحقوا ملحفه. دونك هذا سنيدق هي تستخف به باش تحطوا بحذاها، فيه اللانجات، فيه الكش بيبي بالطبيعه كيما شفتوا. دونك هي جوست هذوما كعيبات مفرغتهم في الصندوق باش يكونوا قراب منها، لكن هي هزت الباكو كامل بالطبيعه. دونك باش تشوفوه توا. دونك هذا فوالا الباكو اللي قلت لكم عليه. دونك باش تزيد يعني باش تزول كل زيدا كيف خاطر ما نعرفوش. وهذه اللانجات زيدا كيف لكن باش تستحقها هي ليلى، هي يعني المروه اختي مش للبيبي. البيبي باش نستعملوا له بور لو مومون على خاطره مازلت تصغرونا، البو نتاعها باش تكون سنسيبل. فما كريم دونك تنوريها لكم. عندنا زوز بيبرونات بالطبيعه، وعندها وحيد اخر صغيره نتاع ماء. دونك عندنا هوني تيتين نتاع بيبرون صغرون، على خاطر ساعات بيبرونات يكونوا لي تيتين نتاعهم كبار فناخذوا كعبه ريزيرف صغرونه. هذه سيوسات زاده كيف ناخذوها، اما ما ننصحش بها لكن نخليوها على ميتي. الباتوني بالطبيعه اللي نظفوا بها. وعندنا هوني السيرتات صغرونه هذيا باش تلبسها مع الكسيوة نتاعها. دونك باش نتعداو توا للكريم اللي قلت لكم عليها. هذه هي كريم شونج، يعني
يعني دوق على البوم تاعها وبهي دونك خذوها. دونك ميستيلا هي بصراحه احسن حاجه للصغيرات. ميساج خليني نقول لكم على الاسم باش تاخذوا فكره. دونك عندنا الاو دو بارفا وعندنا هذايا الشامبون تاعها، بالطبيعه ما ننساوهمش، نحطوهم في تروس كامل ليلها هي باش نهارت. وماذا بيكم هذايا الكل تحضروه اول ما تدخلوا للشهر التاسع نتاعكم. حاجه اخرى نحب ننصحكم بها، هذايا كوسان داليتمو، يعني خيطتها مروه اختي كما قلت لكم تابع التروس ديجا كما تلاحظوا نفس القماش. تتباع حاضره راهي في البوتيكات اللي يبيعوا مستلزمات الصغيرات. دونك صدقوني روعه للرضاعه للتبديل، خاصه للرضاعه تمشي معاكم تريحكم على الاخر وما تعبكمش. وهذه الساك صغرون اللي مش تحط لها فيها بيبروناتها وحويجها الكل، وعندها واحد نفس الساك لكن اكبر منه شويه اللي مش تحط لها فيه الدبش. وما تنسيوش زاده الكوفرتور، ما صورتهاش انا هوني، هذه كزادة لازم تهزوها على ميتي. هذا كل شيء بما يخص البيبي. توا باش نتعداو للمروه اختي شنو هازت في الفاليز نتاعها. دونك هذوما الحفاظات النسائيه بالطبيعه، اكيد تعرفوهم. دونك باللانجيت نحطوهم هذوكم اول حاجه. عنا هوني تستحق المنشفه نتاع وجه بالطبيعه، تمشي وتنساوش الناشف هزوهم. دونك عنا هوني تبديلتين، واحده دخلت بها للكلينيك مش تولد بها، والاخرى مش تخرج بها بسلامة ربي. ديجا تروى بيس فيها، يعني التيكو والبنطلون نتاعها والجيلي، دونك جيلي بلدين بطبيعة. دونك تلفلف على روحها شوية، لكن هذه صيفي، هذيك اللي دخلت بها باش تولد بسلامة ربي، والاخرى اللي بتروى بيس هذيك باش تخرج بها. دونك هي مش تعدي ليلة اكها، وراهو متكثروش دبش. دونك وهزت الروب هذية محليها خفيفة كوتون 100% حاجة مزيانة. دونك هذه باش ترقد بها في الليل واريح للرضاعة واريح ليلة هي حتى كي باش تقوم ما تتعطلش وما تسخنش بالطبيعة. دونك هزت جست روب باش تبات بها في الليل. هذوما يعني الملابس الداخلية بطبيعة قد ما تكثروا قد ما هو باهي. بطبيعة زوز حجابات على ميتي، كل كسيوة بالحجاب امتاحة. دونك الالوان امتاحة مرة مغامقين شوية جست انا حتى الكليراج. عنا هوني الكلاستات الفوال، دونك هزت زوز. عنا هوني زوز خليعات بطبيعة هذه واللي تحت منها. دونك كيف كيف راهو كل حاجة تهزوا منها زوز زوز. اذا كانت تحبوا تهزوا ايك الليغان اللي يكبسوا اللي بتنزد كيف كيف هزوا، اختي ما هزت. دونك فوالا هذا هو. زاده هي كيف كيف هزت سيرتيت ليلها. دونك واحده ليلها واحده للبنوته نتاعها باش يجيو كيف كيف. دونك توا باش نجيو للتروس. بالنسبه للتروس الصغرون هذه شنو فيه؟ عندها هي زاده كيف كيف سيرتيت اخرى للبدل اذا كان حاب تلبس الكسوه الاخرى. دونك فوالا هذه هزتها على ميتي. دونك للي يحب هكا يزين ويبرقش دونك هزو. عنا بطبيعه شارجر هذاك ما ننساوش لكم الشارج. دونك هزو هو. عنا هوني ديودورون يستيك الشعر، عنا بروس بالطبيعه، وعنا هوني شيطه الدونتفريس والدونتفريس نتاعها زاده ما تنساوهمش باش تهزوهم. عندها هوني روج اليفر جوس هي هزته هذا اكاهو، تقول لك باش نعلق لي وجهي يبدا تعب. دونك وهذيك البروس الصغرونه نتاع ايلين. الاو دو بارفان زاده كيف كيف هزت. وعندها هذيا المرايه الصغرونه، منها مرايه ومنها ميروار ومنها بروس. دونك تنزل عليها من تالي تخرج لك بروس براتيك على الاخر. عجبتني منها بالله. البنات اللي تعرف شكون يبيع فيها تقول لي عليها خاطر نحب ناخذ كعبه. دونك فوالا هذا هو التروس شنو فيه. دونك هزت كل حاجه منها شوي شوي. ان شاء الله نكون ما نسيتش انا حاجة أخرى، وإذا كان أنا نسيت بطبيعة هذايا البنات الأمانة راني صورته بعد ما روحنا من الكلينيك. دونك قلت لهم البنات يحبوا على حقيبة الأم والطفل، خذيت بالخاطر ودونك يعني جات الفرصة إني باش نصور لكم الفيديو هذايا. دونك هذايا صورته بعد ما روحنا من الكلينيك صيي، وروحنا بإيلين والحمد لله أختي في صحة وعافية. هذايا بطبيعة الدبش نتاعها هزته وكيفاش نظمته في الفاليز. دونك هوني مشينا للكلينيك باش نعيشكم شويه اجواء الولاده وشنو المستحضرات والحاجات اللي حضرتهم اختي وهزتهم مع الكلينيك.
فوالا البنات، هذا الفيديو والله صدقوني صورته اول حاجه باش هكا تاخذوا انتم فكره شنو اختي حضرت. وفرد مره باش يقعد سيفونير، مره اخرى تكبر بنت اختي وتشوف روحها كيفاش تولدت. صدقوني حاجه باهيه تخليوا حاجات هكا كتذكار. دونك هذا الزرير البنات، بالطبيعه احنا في تونس نعملوا للنفاس زرير. هذوما حكوك الدراجي عملتهم مروه اختي بايدها، كما قلت لكم راهو ترسول بيبي الكل صنعته بايدها هي. دونك وسعت بالها وخيطت وعملت خيط زاده هي، مش بعثت شكون يخيط، حضرتهم هي وحدها. دونك من لا شيء عملت حاجه بسيطه فينو ومزيانه وعلى ذوقها هي بالطبيعه. وهذه البسيسه اللي كلها حوارات بالطبيعه، دونك يعني للمراه النفس يدر لها الحليب وكله قوه ومنفعه، وبالطبيعه المنفعه اللي باش تاكلها هي تتعدلها للحليب وتتعدلها للبيبي نتاعها. دونك نودكم ومنشهيكم البنات، يا ريتكم كنتوا قراب رانا ذوقناكم. دونك هذايا هزته للطاقم الطبي اللي موجود في الكلينيك الكل، اللي باش يجي يعمل عليها طله هاكا. ذوقوا من البسيسه، ذوقوا من الزرير، وهذايا سابلي سير كوموند خدمته. انا قلت لها تو نصنعه لك انا، ماهوش صعيب، لكن الله غالب والله لا تلهيت للي تحب. دونك الريسيت نتاعو تو نعمل لكم الباتا سكر كيفاش والسابلي كيفاش يجي، وحاجه مزيانه وتخدموها وحدكم في الدار ديما تكون خير. وبالطبيعه هذايا بوكي دو فلور جبته لها، ما نجمش ندخل يدي فارغه، خاصه باش تجيب لي صوص مزيان باش تشبع فيه بالبوز. حاسيلو البنات اللي تتفرج الفيديو هذايا، نتمنى لها انه ربي يعمر حزامها ويرزقها ويعطيها الذريه الصالحه. وخليت اختي تدعي لكم كما يقولوا دعوه المراه اللي على اولادها مستجابه. دونك بالطبيعه انا جوش نشد روحي الا ما ناكل كويس زرير من يديات ماماتي. حاسيلو هذايا كله بفريوه وجلجلان وعسل، الله غالب زيد كيف كيف. كنت مبرمجه اني باش نصوره لكم فيديو، لكن الله غالب ما وتتش الفرصه. اوكي، هذه هي بنوتتنا خرجت للدنيا، ان شاء الله تتربى في عز والديها، وربي يعطيكم انتوما اللي تتمنوها الكل ويبعث لكم الذريه الصالحه يا ربي. دونك سيوتها اللي ريتوها في التحذيرات لبستها. دونك فوالا، انا توا نخليكم توا بسلامه ربي، ان شاء الله يكون الفيديو اعجبكم واستفدتوا منه. نخليكم توا بسلامه ربي وباش نرجعوا ان شاء الله مع فيديوهات جديده قريبه ان شاء الله. باي باي وبسلامه.